جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم ميم يقول: إذا كان أبي لا يصلي الصلوات جميعها في المسجد، فهل علينا نحن شيء؟ وهل يجب أن نقدم له شيء وقد توفي إلى رحمة الله؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى في البيت وترك الصلاة في المسجد من غير عذر شرعي فإنه يكون تاركا لواجب، يكون تاركا لواجب ويأثم على ذلك، ولكن صلاته صحيحة ومشروع لكم الاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه، ينفعه الله بذلك، لأن هذه خطيئة يرتكبها، وواجب تركه يأثم عليه، ولكن ينفعه الاستغفار والدعاء له والتصدق عنه إذا تقبله الله. نعم.